على مزيكا فام. احنا كنا في جندوبة في زيارة منذ تقريب يومين، وكنت اليوم في زيارة ميدانية في مختلف معتمديات الولاية، والسادة الوزراء ايضا كانوا في نشاط مختلف في معتمديات ولاية جندوبة، فحاولنا ان يكون هناك تشخيص موضوعي، تشخيص واقعي حول افاق وواقع التنمية في الولاية والمشاكل الاجتماعية اللي تعيشها الولاية، ومشاكل التشغيل والبطانة، ومشاكل جدا المناطق الحدودية، فما خصوصيات معينة. أول شيء معناها هو طبعا التشخيص كل ما تفكين عليه، ودي ما نقول نحن نعرف وهذا كله من المركز، ولكن الزيارة طبعا مكننا أفضل من أننا نلتمس الواقع ونتحاور مع الناس ونشعر مشاكل الناس ونعطيهم حلول، خاصة هذا هو الهدف متاعنا. ففي مستوى الحاجيات الأساسية هناك طبعا إشكاليات، ربما نقول أول إشكالية الماء صالح للشراب. سيكون هناك مجلس جهوي للماء حول الماء صالح للشراب الأسبوع القادم، وسيقع توفير كل الاعتمادات لحل المشاكل. شفنا ثم مشاكل في غرب الماء وفي تبرقة في مختلف المعتمديات حتى الفترة القادمة هذه، وأنا كنت صباح في فرنانة وشفنا الإشكالية متاع الماء صالح للشراب، فهذه يعتبرها أمور أساسية ما فيهاش معناها نقاش، وكل الاعتمادات تقريبا بأخذين القرار المبدئي كل الاعتمادات المطلوبة في هذا المجال سيقع توفيرها، وسيقع يكون هناك سيتحول سيد كاتب الدولة الأسبوع القادم ويشرف على مجلس جهوي في هذا الموضوع، ويقع متابعة كل هذه النقاط حتى معناها نتفادى مشاكل مختلفة في سوق السبت وفرنانة والعديد من المعتمديات في مسألة الماء صالح للشراب. في أيضا حاجات أساسية، الصحة طبعا نقطة محورية، أنا باش نعطي تقديم جوهري وعام، سيد الوزراء بعض باش يعطيو أهم القرارات التي تم اتخاذها في أهم القطاعات، ثم سيكون هناك بيان في كل النقاط مفصلة سيصدر بعد قليل للسادة الصحفيين باش يعرفوا كل النقاط التي ما نجموش نحكيو عليهم، كل النقاط متعددة مختلفة، وربما كل سيد الوزراء في القطاعات المهمة باش يعطيو زوز أو ثلاثة قرارات مهمة. قلت قطاع في الحاجيات الأساسية قطاع الصحة، طبعا نعتقد إنجاز كبير اليوم معناها القطب الجديد هذا نحبوه قطب إقليمي مش فقط لولاية جندوبة، سيكون هناك استقلالية مالية وإدارية لهذه المنشأة، حاجة شيء مهم جدا لازم نحافظ عليها ونستحفظ عليها، هذه حقيقة مكسب للجهة وإن شاء الله تخفف في العناء متاع الناس اللي تتحول إلى المركز وتقعد ماشية جاية في ظروف صعبة، إن شاء الله هذا ينطلق في ظرف أيام ويكون عنده معناها إشعار جهوي لكامل الجهة. وفما قرارات أخرى في الصحة طبعا نعلم سيدة وزير الصحة. باقي في الحاجيات الأساسية مسألة العائلات المعوزة طبعا مشكلة كبيرة، وين نمشيو مسألة الكارني الأبيض والكارني الأصفر، احنا عملنا الكثير بالنسبة للعائلات المعوزة، نذكر معناها برنامج الأمان الاجتماعي اللي هو يغطي أكثر من 950 ألف عائلة مع عائلات معوزة محدود الدخل، وفما نقص في لاحظناه في ولاية جندوبة، ذاك باش يتم تخصيص معناها ان كوتا سوبليمونتير لولاية جندوبة لنغطي الحاجيات متاع الولاية، خاصة في معتمدية عين دراهم في فرنانة، في شفنا العديد من الأماكن فيهم طلبات كبيرة باش الناس هذوما تتمتع بالعلاج المجاني أو تتمتع بمنحة قارة ب 180 دينار ككل عائلات المعوزة. أنا قاعد نمر بعجالة سيد الوزراء يعطيو أكثر تفصيل. نقطة أخرى هي السياحة. المنطقة هذه معناها كما قلت عندها طاقة كبيرة في المجال السياحي، مسألة تنشيط المطار معناها من غير ما نعطي تفاصيل احنا نتعهدوا انه سيقع تنشيط المطار، هذا مهم جدا. فما مطار للأسف معناها كلكم تعرفوا الكارثة هذه اللي صايرة، المطار معناها ماهوش قاعد يشتغل، فثم امور جدية باش تقدم في مسألة تنشيط المطار في الخطوط الدولية على تبرقة. ايضا مجال اخر مهم نحكي عليه هو الثقافه والرياضه، هناك قرارات لدعم الجمعيات الرياضيه في جندوبه، ايضا لتنشيط الثقافي، هناك العديد من القرارات في المجال الثقافي لاحياء ومعناها التراث والتاريخ للمنطقه هذه اللي ربما التوانسه ما يعرفوش بما فيه الكفايه، فايضا العديد من القرارات في مجال الثقافه والرياضه. عموما نحب نقول انه احنا الزياره هذه انا اعتبرها ايجابيه جدا، لان طبعا بالرغم من مشاكل وصعوبات الناس واستمعنا لهم ونعرف ان الناس تعيش في ظروف صعبه،
الفكرة هي نحب نبني ثقة، نحب نكون هناك مصالحة بين جندوبة والمركز. نعرف ثم أنا تحدثت مع الناس وشعرت بالناس معناها يشعروا بنوع من الظلم، يشعروا بنوع معناها وذلك علاش احنا ساعات نحب نثمن النجاحات. هناك وزير سيد وزير أملاك الدولة سيد المكن لمتابعة كل هذه القرارات، ودور المجتمع المدني هو أن نكون في رقابة لهذه القرارات، يكون معناها وراء السلطة المركزية والجهوية لي معناها بوراليرتي. إذا فما مشاريع معطلة كل القرارات هذه ستكون محدودة بتواريخ معينة حتى تكون واضحة للجميع، سيقع نشرة وش تكون موجودة على الصفحة الرسمية بتاع الولاية حتى يطلع عليها كل الناس في جندوبة. معناها أنا باش هذاك هو اللي يمكن أنه يرجع مناخ الثقة ويرجع ربما أمل للناس.